العاشر من نوفمبر. في مثل هذا اليوم من عام 1444، قوات الدولة العثمانية بقيادة السلطان مراد الثاني تتغلب على قوات الملك الصليبي فلاديسلاوس الثالث في معركة فارنا، وأدت المعركة إلى مقتل الأخير. في عام 1775، في مثل هذا اليوم، تشكيل قوات مشاة البحرية الأمريكية المعروفة باسم المارينز. في عام 1891، في مثل هذا اليوم، المخترع الأمريكي جران فيل وودز يحصل على براءة اختراع القطار الكهربائي، والذي ظهر لأول مرة في التاريخ بعد سنوات من ظهور القطار البخاري. في عام 1975، في مثل هذا اليوم، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقرها في نيويورك لأول مرة في تاريخ القضية الفلسطينية. العاشر من نوفمبر عام 2000، في مثل هذا اليوم، فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية يفتتح مشروع ترميم جامع البكيرية التاريخي، الذي أعيد إصلاحه وترميمه ترميما شاملا بتوجيهات من فخامته وعلى نفقة رئاسة الجمهورية. وفي مثل هذا اليوم، العاشر من نوفمبر عام 2001، فخامة الرئيس علي عبد الله صالح يزور معسكر الأمن المركزي، ويتفقد خلالها أحوال الجنود، ويطلع على سير عمليات التدريب والتأهيل.